يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فهذا باب من اعترف على نفسه بالزنا عياذا بالله حديث أبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهما قال أبو هريرة أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت يا رب سلم يا رب. طبعا هنا أبو هريرة رضي الله عنه لم يذكر اسم الرجل وهذا من الأدب من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كان في المسألة فيها نوع من النقص فلا يسمى الرجل لأن المقصود هو ذكر الحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا هذه الأحاديث ليس لكي يشهر يعني حتى يعلم من بعدهم الحكم الشرعي لذلك قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتعلم الأدب حتى في ذكر الأمور لتذكر يعني إذا كان في المسألة فيها يعني منقصة لأحد واحتجت لأن تذكر القصة فلا تسمي أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم طبعا تكلمنا تكلمنا أمس على هذه الجريمة هي النكراء وتكلمنا على أن الشريعة يعني لما حرمت هذه الجريمة حرمت الوسائل جميع الوسائل التي تؤدي إليه وهكذا ما من شيء حرمه الله سبحانه وتعالى إلا سد ومنع جميع الوسائل التي توصل إليه لذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تفعلوا الزنا إنما قال ولا تقربوا الزنا معناه أن النهي هنا يشمل تحريم أي وسيلة تقرب بين الناس وبين هذه الجريمة فالاختلاط محرم اختلاط الرجال بالنساء محرم الخلوة بالمرأة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل ومرأة إلا وخلفهما الشيطان سفر المرأة بدون محرم محرم لأنه يؤدي إلى تضييعها لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم مصافحة النساء الأجنبيات محرمة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت له هند بنت عتبة يدها لتصافحه قال عليه الصلاة والسلام وهو أتقى يعني ولد آدم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الأتقياء وإمام الأنبياء قال إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة تسمع هذا تجد واحد إذا دخلت عليه امرأة رحمة سلم عن مصافح النساء ولا يبالي إذا كانت الشريعة حرمت النظر كل المؤمنين يغضوا النظر محرم لمن لا يحل لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ليس فقط الرجال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
نعم، إذا كانت شريعة حرامة النظر فكيف بأن يمس يده يد امرأة أجنبية؟ كل هذه الوسائل محرمة. فمتى اجتنب المسلم هذه الوسائل عافاه الله جل وعلا. لكن إذا فتح على نفسه بابا من هذه الأبواب، لا سيما الأبواب المجرمة الآثمة التي جدت على المسلمين الآن من المواقع الآثمة والنظر إلى الصور المحرمة ونحو ذلك، بلاء مستطير، يعني جهنم وبئس المصير. ربنا يسلمنا وإياكم ويسلم شبابنا أبنائنا وأبناء المسلمين. هذا كله يقرب الناس من هذه الفواحش، والباب بينك وبين المعصية مغلق. إذا وربت الباب ويحك لا تفتحه فتلج. ليس هناك واحد كبير على هذه المسائل، لا شيخ ولا صغير ولا شيء. ويحك لا تفتحه فتلج، يعني إذا خليت الباب، إذا طالما الباب الحمد لله بينك وبين الوسائل هذه مغلق محكم، فأنت بإذن الله في عافية بإذن الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا من رحمته سبحانه وتعالى بأنه يحفظ إيمان عباده، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن أنت لما تفتح الأبواب وتتساهل وتترخص، يبقى لا تلومن إلا نفسك. استرك الله جل وعلا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لكن بعد ذلك لما تتجرأ على المحارم وتتكلم هذه وتكلم ذاك، والأمور هتأخذ معك منحة لا قبل لك به. فقال رسول، فناداه في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام حتى ردد عليه أربع مرات. أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه معنى إيه؟ ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بطرف خفي أنه يرجع ويتوب بينه وبين الله عز وجل. يقول لو إني فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يبقى بيشيله إيه؟ أنه يشيله أن يرجع عن إقراره، وحتى لو ألم بهذه المعصية فيرجع بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها. سنة الرجل هنا أصاب حدا من حدود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وحي مؤيد بالوحي منزل من السماء، فأعرض عنه أربع مرات، أو فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسي أربع شهادات، يعني شهد على نفسه الرجل أربع شهادات. إذن نستفيد من هذا لما أعرض عنه، أن لو أن رجلا جاء على القاضي أو للحاكم فرده الحاكم كما أعرض عنه النبي عليه السلام، يبقى ممكن الرجل يرجع في هذه، يرجع يمكن يرجع في إقراره، يرجع في إقراره. ما لو أن هذا الرجل لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى لعله يتوب بينه وبين يعني وبين الله عز وجل. والتوبة إذا صحت وصدقت فالتوبة بإذن الله تجب ما قبلها، حتى لو كان يسجد للصنم والحجر. يعني إذا كان يسجد للصنم والحجر وتاب من ذلك، أفلا تقبل توبته؟ هتقبل توبته. طيب ولا الزنا أشد ولا الشرك؟ الشرك. إن الشركة لظلم عظيم. حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسي أربع شهادات. طبعا احنا علمنا أيضا أمسي أن إثبات هذه الجريمة البينة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى أربعة شهود. نعم، كما قال جل وعلا يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا هيفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الرجل هنا بقى ما فيش شهود، هو اللي أقر. فلما شهد على نفسي أربع شهادات،
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ تسليم عقلك سليم؟ والسؤال نفسه لما هيجيب عليه سيعلم الرجل ده يعني به شيء من الجنون ولا لا. أبك جنون؟ يبقى لو فهم السؤال خلاص يبقى هو ليس به جنون. قال: لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين، ممكن يقر على نفسه أربع مرات ويقر عشرة، لكن هو أصلا الرجل فيه عنده خلل في عنده خلل في ذهنه، ما عنده خلل في ذهنه. قال له: أبيك جنون؟ قال: لا. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يستنكهه، وتأتي إن شاء الله جل وعلا، أن يستنكهه يعني يشم رائحة. لماذا؟ ممكن يكون شايب خمر صلى الله السلامة أو العافية، والخمر تذهب الخمر تغتال العقول، فيتكلم فيهزي المرء ويهرف بما لا يعرف. فلما استنكه الرجل قال: ليس بي بأس. قال عليه الصلاة والسلام: فهل أحصنت؟ هنا المقصود هنا بالإحصان في هذا الباب، فهل أحصنت يعني هل سبق لك النكاح يعني الزواج؟ ما هو النكاح طبعا هنا، فهل أحصنت معناه إيه؟ معناه النكاح. فهل أحصنت؟ قال: نعم. طبعا هذا الرجل معروف لأنه يعني ذكر في بعض الروايات، بس ذكر على وجه الثناء عليه. ثم في نهاية الحديث أقول لكم لماذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. يعني سبق لك النكاح؟ تزوجت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. وهو هذا اللي تكلم عليه عمر رضي الله عنه في الحديث الماضي في الباب، باب رجم السيب في الزنا. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث رسوله صلى الله، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم، والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، مش فقط الرجال، من الرجال. والرجم في كتاب الله حق على من أحصن، على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وفهمنا معنى هذا كده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. إذا الشريعة كما ذكرنا فرقت إيه؟ فرقت بين الشاب والفتاة، يعني ممن لم يسبق لهم الزواج فالحكم هنا اختلف، وبين السيب اللي هو الرجل أو المرأة الذي سبق له النكاح. فبالنسبة لمن لم يسبق له النكاح، فالله جل وعلا يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا في حق الشاب الصغير والفتاة التي لم يسبق لهما زواج، لأن قوة الداية عندهم أشد ممن سبق له الزواج. لذلك هذا يبقى سواء يعني رجلا أو امرأة، شابا أو فتاة، فإنه يجلد حد 100، لكن مع الرجل يعني جلد 100 وتغريبه عامل، وسيأتي تفصيل ذلك. أما بالنسبة للسيب فالمسألة فيها إيه؟
الرجم. تكلمنا لماذا أصرت الشريعة، لماذا جعلت الشريعة هذه العقوبة في حق السيب، لأنه لا عذر له عند الله. أنت كنت عندك زوجة وهي عندها زوج، فبذلك المسألة أشد. لماذا تترك الحلال وتذهب إلى الخبيث؟ فهذا أمر جلل. قال اذهبوا به فارجموه. قال جابر رضي الله عنه، تشكيل هنا مش عارف أنا اللي بشك، الله المستعان. إيه قال جابر رضي الله المستعان؟ قال جابر، شكل هذه صحح التشكيل ده. قال جابر رضي الله عنه فكنت في من رجم. جابر بن عبد الله كان حاضرا مع الصحابة اللي هم رجموا. طبعا المسألة هنا الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم قبل ذلك، ها؟ لما شفع أسامة بن زيد في شأن المخزومي قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام قال ألا إنما كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ألا إنما أهلك من كان قبلكم إذا كان أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف إيه؟ تركوه، إذا سرق ضيف أقاموا عليه الحد. يعني المسألة كانت عندهم سطر وسطر، لا يمشون على نمط واحد. هذا كان سبب هلاك بني إسرائيل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن يفرق بين كبير ووضيع. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالمسألة هنا حكم الله جل وعلا نافذ على الجميع، الكبير والصغير. قال اذهبوا به يفرجموه. قال جابر فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى. والمصلى المقصود به هو ايه؟ هو المقصود به مصلى العيد ومصلى الجنائز. وعادة النبي صلوات الله وسلامه عليه انه كان اذا صلى العيد انه يخرج اليه الى المصلى خارج المدينة. قال فرجمناه بالمصلى. وهذا معنى ان المصلى هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه لا يأخذ حكم المسجد. وإلا فلو كان المصلى هذا لو حكم المسجد لما جاز إقامة الحد فيه، لأن هيكون فيه دماء وفي نحو ذلك مما تتنزع عنه المساجد. فهذا معناه ان المصلى بعد انقضاء الصلاة المكان اللي صلى فيه ده لا يأخذ حكم ايه؟ لا يأخذ حكم المسجد. وفي بعض الروايات انهم فرجمناه بالمصلى مصلى الجنائز، وهذا كان بجوار بقيع الغرقد. فلما أزلقته الحجارة، ومعنى أزلقته الحجارة يعني إيه؟ يعني اشتدت عليه الحجارة واشتدت عليه الإصابة منها. هو بالقوب الرجم معناه إيه؟ معناه الرمي هي بالحجارة. فلما أزلقته الحجارة هرب، شدة الحجارة عليه هرب. قال فأدركناه بالحرة فرجمناه. من يسلم يا رب. فأدركناه بالحرة، والحرة هذه مكان كان فيه حجارة سود خارج المدينة، فرجمناه. والحديث ده فيه عدة مسائل وعدة أحكام. أول الأحكام إيه؟ هو وجوب رجم إيه؟ السيب الزاني رجلا كان أو ما، كما قال عمر رضي الله عنه والرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. فهذا أول. ثانيا أن الإقرار بهذه الجريمة هو اعتراف ولا لا؟ اعتراف والإقرار هو سيد الأدلة. لكن لما أقر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، إذن بعد الإقرار ممكن الحاكم يعرض عنه ويرجع الرجل ويرجع عن إقراره. لو رجع عن إقراره خلاص. طب لو أقر 4 مرات ورجع، لو أقر ورجع لا يقام عليه الحد إلا أن يثبت على إقراره. ويتركه الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنه، يتركه لعل يتوب بينه وبين الله عز وجل. طيب
وطب ومن تاب؟ من تاب تاب الله عليه. وفي حديث عبادة بن الصامت الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحدود كفارات، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن إقامة الحد في الدنيا إيه؟ كفارة إيه؟ كفارة هذه يعني لا يترتب عليه إثم بعد إقامة الحد خلاص. ولذلك الصحابة إيه؟ كان يأتي بسلم طهرني يا رسول الله، طهرني ليه؟ لأن الحد كفارة لهذه الجريمة. طب ومن لم من أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهمنا المسألة؟ طيب، هل يشترط هنا الإقرار، هل يشترط إقرار المقر 4 مرات؟ لأن هنا في الرواية فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات قولان لأهل العلم. مسألة فيها قولان لأهل العلم، أصح القولين أنه لا يشترط 4 مرات. البعض يقول 4 مرات حتى يكون مقابل 4 شهور، لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط. لماذا؟ لشبوط أحاديث لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام إقرار 4 مرات. من ذلك الحديث ثابت في الصحيحين الذي سوف يأتي، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال له لابد من الاعتراف 4 مرات؟ لا. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه شرط النبي صلى الله عليه وسلم عليها التي أقام عليها الحد شرط عليها 4 مرات؟ لا. طب ولماذا هنا أعرض عنه 4 مرات؟ لأنه ممكن يرجع في المسألة، لكن هل يشترط الإقرار 4 مرات كما هو مذهب البعض من أهل العلم؟ الصحيح وأنه لا يشترط ذلك، ومتى أقر مرة واحدة وثبت على إقراره أقيم عليه الحد. المسألة الثالثة أن الحد لا يقام على مجنون، أن الحد لا يقام على مجنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيك جنون؟ فدل على أن الحد، لماذا؟ لأن فقدان العقل معناه فقدان إيه؟ فقدان الأهلية للتكليف للحساب والجزاء، لأن مناط التكليف هو العقل. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رفع قلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. المسألة الرابعة هو وجوب الرجم كما ذكرنا على السيد. طيب هو جواز الرجم بإيه؟ في المصلى، وأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لذلك أقيم فيه الحد. المسألة المهمة هنا، فلما أزلقته الحجارة هرب. طب لو هرب أثناء إقامة الحد هل يفعل كما فعل الصحابة رضي الله عنه فأدركناه بالحرة فرجمناه، ولا هو يترك في هذه الحالة ويعتبر هروبه وجوعا عن إقراره في هذه الحالة؟ اختلاف هنا بين أهل العلم، مسألة هنا اختلف فيها العلماء على قولين. فقول الشافعي وأبي حنيفة إذا هرب فإنه في هذه الحالة يترك حتى يراجع إقراره مرة ثانية. ممكن يرجع يعني بعد لا ضربوه بالحجارة فهرب. في هذه الحالة الشافعي وأبو حنيفة يقول لا يواصلون رجمه، وإنما يتأكد من هروب. هل رجعت عن إقرار؟ لو قال أنا رجعت عن إقرار لا يقوم عليه حد، حتى لو بدأ في الرجم. طيب القول الثاني وقول الإمام مالك يقول لو هرب كما فعل الصحابة هنا فأدركناه بالحوادث فوجبناه. طب أصحاب القول الأول استندوا ليه؟ استندوا إلى بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه هرب قال فهلا تركتموه؟
صلوات الله وسلامه عليه، لعله يتوب فيتوب الله عليه، هل تركتموه؟ فمن هنا استدل الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، استدلوا عليه على أنه لو هرب أثناء إقامة الحد فإنه يعني يراجع في إقرار، لو رجع خلاص يتركوه، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. والإمام مالك اشتري يقول لا، لو هرب اتابعوه حتى كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال، إن الرواية هذه التي ثبتت عند أبي داود فهل لا تركتموه، فيه في إثبات لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهي موافقيه بأنه متى هرب فإنه لا يتابع حتى لأنه قد يكون رجع عن إقرار مرة ثانية. واتفقنا بأنه باب لا يرجم المجنون ولا المجنون كما قال البخاري رحمه الله تعالى. حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال، وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية أخرى، كلف هذه قضية بس تثبت إيه؟ تثبت وجوب إيه؟ وجوب الرجم على السيد إذا زنى، والسيد رجلا كان أو امرأة سبق له إيه؟ سبق له النكاح يعني الزواج. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشودك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. إذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنشودك الله، طبعا أنشودك الله يعني إيه؟ أنشودك الله يعني أسألك بالله، وهو أصله أنه رفع نشيدته يعني صوته بالكلام، واستعير لتأكيد المسألة: أنشودك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الرجل ده اللي اتكلم الأول ده قال: أنشودك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. طب هو محتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أنشودك الله، يعني ينشده بالله أنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم هيقضي بينهم بإيه؟ ولا يقضي بينهم إلا بكتاب الله. ثانيا، أنه هو لما تكلم رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فقام خصمه وكان أفقه منه، كان منه لم يرفع صوته كما رفع الرجل، نعم، وكان أفقه منه. أولا استأذن، يعني الرجل ده تكلم دون أن يستأذن أن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي رسول الله. وهذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، عسيفا يعني إن ابني، يعني وفي رواية إن ابني هذا، أو يبقى ابن حضر إيه؟ هذا دي معنى اسم إشارة، يبقى حضر معه، يبقى كان معه ابنه. إن ابني، وفي رواية إن ابني هذا كان عسيفا في أهل هذا، عسيفا أي أجيرا، يعني كان يعمل عند هذا الرجل. فزنى بامرأتي. ربنا يسلم يا رب. احنا نتعلم هنا، نتعلم شيئا، وهو إن مسألة الاختلاط والخلطة دي، شوف هو كان عسيفا، لكن طول الاختلاط والخلطة بتعمل إيه؟ إذا لم يكن هناك يعني التزام بالشرع، وعدم وجود المؤانسة والترخص في الكلام، يبقى هو الحمد لله كلهم في سعة، لكن أكيد هنا كان في نوع من الترخص والمسائل والخلطة وطول الأمد، والرجل ممكن يسيب البيت ويخرج، والعسيف يا موجود، الأجير موجود كما هو الحال الآن، من الناس الآن بتستأجر يعني في بعض البلدان، مش موجود هنا كثير الحمد لله، ويخلي الست طرحة جاية مع إيه؟ مع السائق وبلا محرم ولا شيء، وقد تكون مسافات شاسعة، وحتى الخادم، وجود الخادم والخادمة في البيت، ودي مصايب كلها.
الحمد لله الآن الناس ما عادش عندهم هنا في مصر رفاهية لا يجيب خادم ولا يجيب حاجة. ده المسألة ماشية بإيه؟ الحمد لله بالكاد. ده رحمة. كلام ده والله رحمة. إلا الناس لو كان بعض الناس لما يكون عندها ساعة تجيب خادم وخادمة وربنا يعافينا وإياكم. المسائل هنا شوف هنا الكلام ده لازم يكون عندنا احتراز احتراز من الخلطة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، حمو اللي هو إيه؟ اللي هو أخو الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال الحمو الموت. يعني أنت خاف من الحمو ده اللي هو أخوك أصلا، إنك ما تسمحلوش أنت وعدم وجودك في البيت إنه يدخل بيتك، خاف منه يعني كما تخاف الموت. قال الحمو الموت، لأن مثل هذا عند الناس يؤمن جانبه، وهو في الآخر بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وفي نوازع البشر. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل وامرأة إلا وسلسهما الشيطان؟ لأن مصيبة سودة، مصيبة الشيطان هو اللي بيوقف بين الرجل وبين المرأة. فلذلك المسائل دي تحتاج دايما الإنسان يكون بيته محصن، يعني مانع أي وسائل تقرب الناس لهذه الفواحش. مسألة دخول الأقارب، الله أصلا ابن عمي والله وابن خالتي ونحو ذلك، لا ابن عمها ولا ابن خالتها ولا أنت ولا بنت عمي ولا بنت خالتي ولا الكلام ده كله. الكلام ده كله خطير جدا، الكلام ده كله وسائل تقرب الناس للفواحش. وهذه مسألة كان عسيفا، هو كان قصده سيء، هو في الأصل كان يعني كان أجيرا، لكن مع طول الخلطة حدثت المصيبة دي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لازم تكون محترزا، لابد أن تكون محترزا، عارف بناتك زوجاتك أين تخرج، تروح فين وتخرج إزاي، وكل الكلام ده متابع. مش معناه أن أنت يعني يكون عندك شكوك، لا، يكون عندك احتراز وتغار على عرضك. والغيرة دي مهمة جدا من أساسات المسلم، وإلا فلا يدخل الجنة ديوس، والديوس ما عنده غيرة. قال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بمرأته. وطبعا هو قدم مقدمة دي ليه؟ لماذا قدم هذه المقدمة؟ حتى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنه لم يكن معروفا بالفجور، ولا هو هجم على البيت مثلا يعني فعل هذه الفاحشة بالإكراه، لا، معناه إن هو زلف هذه المسألة، لذلك قدم هذه المقدمة. إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بمرأتي، فافتديت منه بمائة شاة وخادم. راح جلس مع الرجل وقال له إيه حدث إيه؟ فإن الرجل قال له إيه طلق، اتفقوا عليه ان هو هيطلع منه بالمشكله دي انه يديه 100 شاه وخادم، فافتديت منه 100 شاه وخادم، ويعطيه كمان جاريه تخدم المرأة. طب والاتفاق اللي حصل ده، الاتفاق اللي حصل لا علاقه له بالشرع. فالرجل احس ان المساله فيها شيء. قال واني سالت رجالا من اهل العلم. من مين بقى؟ من الصحابه. واني سالت رجالا من اهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على مرات هذا الرجل. ابونا لما سأل رجال، وهذا هو الأدب، الإنسان لما يحدث له شيء لا يفتي نفسه، يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسألة هنا، ولذلك مسألة الأعراف دي، الأعراف اللي هي موجودة عند الناس الآن، يحصل حاجة فتجد إيه في مجلس عرف كده في القرية. طب المجلس ده بيحكم بإيه بقى؟ والله المحكم ده بيحكمه بالهوى، زي ما حدث كده، قال له خلاص في 100 شاة هو يحكم على فلان أو أنت عليك كذا. طب الناس دي حكمت، الناس تفهم حاجة؟ الناس دي تفهم في الشرع؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا معنى المسائل ولا شيء، بس هي كده مجلس كده إيه مجلس. وهذه الأحكام أحكام مناقضة للشرع، ومثل هذه المجالس لا يحتكم إليها. صحيح إذا كانت المسألة محتاجة ناس من أهل الخبرة ممكن نستعين بأهل الخبرة، لكن الأصل أن يرجع لإيه؟ لحكم الشرع. لذلك وإني سألت رجالا من أهل العلم
فلما سأل الجمع العلم فأخبروه هي بالحكم الشرعي. العسيف ده ابنه ده بكر لم يسبق له ايه؟ لم يسبق له النكاح، لذلك قال فأخبروني أن على ابني جاي. إذا المسألة هنا مش الاثنين بقى يعني الاثنين ده واحد المرأة سيب والرجل ايه؟ بكر لم يسبق له نكاح، فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وهذا هو الحكم الشرعي. نعم، وسيؤيده النبي عليه السلام. وفيه دليل إلى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولما سألوه أفتوا بذلك لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن على ابن جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام يعني ينفى من بلده عام كامل. الكلام ده يخص الرجال والنساء؟ لا، يخص الرجال فقط، لأن نفي المرأة تضيع له، يعني المرأة البكر لما تجلد مش هتغرب مثل الرجل، لأن تغريبها تضيع له. فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام لأنه لم يسبق له نكاح ليس سيبا، وأن على مرأة هذا الرجل لأنها كانت سيبا، وهذا يدل على أن السيب إذا زنى من الرجال أو من النساء يجب عليه الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل تركوا يكمل حديثة، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان، والذي نفسي بيده يعني يقسم بالله سبحانه وتعالى، لأن الأنفس، لأن النفوس بيد الله جل وعلا كلها، والذي نفسي بيده، وفي إثبات اليد لله جل وعلا ولا لا؟ على الوجه اللائق بجلاله. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. طب لأقضين بينكم بكتاب الله. 100 والخادم رد عليك. الحكم الجاهل، الحكم الصدر الخاطئ ده اللي هو 100، فافتديت منه 100 شاه وخادم. قال 100 والخادم رد عليك، يبقى رجع كل حاجة مكانها، لأن الكلام ده غلط. بيحيردوا له 100 شاه مرة ثانية، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم أهو، نعم، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه لم يكن، لأنه لم يكن سيبا، لم يكن محصنا، لأن إحصان معناه أن يسبق له النكاح. ويا أنيس أغدو إلى على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها. وفي دليل أن الإمام يرسل من ينوب عنه للتحقق في هذه الجريمة. طيب، وفي دليل على أن لابد من اعتراف المرأة، لتقول فإن اعترفت فرجمها. طيب ده إذا لم تعترف خلاص، لأن لو ما فيش اعتراف منها يبقى لازم يكون في 4 شهود. في 4 شهود؟ فيش 4 شهود، مع أن الرجل بيقول إن ابني كان عسيفا على هذا في أهل هذا فزنى بمرأته. طب المرأة لو لم تعترف، يبقى الرجل ده اللي هو أبو الولد هيولد إيه؟ هيولد حد القصف 80 جلدة. لو لم تعترف المرأة يبقى اللي اتكلم عليها هيجلد حد القذف، لأن الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور. فإن مسألة، ولذلك المسألة أوعى تتكلم في مسألة في مثل هذه المسائل إلا وانت عندك، لأن لو لم يوجد عندك 4 شهود يبقى أنت هيقلب عليك المسألة، هيقوم عليك الحد من عافينا وإياكم. قال فإن اعترفت فرجمها، دل هنا على أن الاعتراف يقبل مرة واحدة ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. قال فاعترفت، المرأة اعترفت فرجمها، فدل أيضا على وجوب الرجم على السيب الزاني. بقيت مسألة لأقضين بينكما بكتاب الله،
أين هذه مسألة في كتاب الله؟ في قول الله جل وعلا: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغيب عام، والسيب بالسيب جلد مئة، والرجم ثم نسخ بعد ذلك مع الرجم الجلد. يعني ده كان في الأول، ثم بعد ذلك الرجم خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم فقط، لم يجلد المرأة هنا؟ لا، لم يجلد المرأة هنا. إذن لأقضين بينكم بكتاب الله، لأن الله جل وعلا إيه؟ قال يعني فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبين الله جل وعلا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه الحكم الشرعي، لأن السنة وحي ولا لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهمنا مسألة. وعلى ذلك يعني اعترفت المرأة فوجب الرجم عليها، والشاب لم يكن يعني محصنا بالزواج يعني بنكاح، فكان عليه جلد مئة وتغيب عام، نفي من بلد لمدة عام كامل. البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الحديث فقال: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيس: واغدو يا أنيس على مرأة هذا فسلها. نعم، وفي دلالة على أنه لابد من اعتراف إيه؟ اعتراف المذنب والمذنبة بذلك، فإن اعترفت فرجمه، فاعترفت يا فرجمه. آخر الباب، ويأتي بإذن الله جل وعلا: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يقام حد الرجل على الرجل ولا لا؟ لو المرأة اعترفت هيقام عليه الحد. طب الراجل لم يعترف لن يقام حتى يعترف هي. لو اعترفت على نفسها يقام عليها الحد، لابد من اعترافه. اذا لم يكن اعتراف لابد من بينه. كانت البينه ما هو هي دي الثلاثة التي حيتم بها الحكم: البينة والبينة، فليأتوا بأربعة شهداء. نعم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الثاني أو الحبل، إن المرأة خلية من زوج ومن سيد فحملت، وسئلت هل هناك إكراه فأجابت بأنه لا إكراه في ذلك، فهذه أو الاعتراف. الثلاثة دي لابد واحد من الثلاثة. فلو ما اعترفت يبقى هي اللي هترجم، والرجل لم يعترف خلاص لابد ان يعترف او تاتي ببينه بعد شوية. نعم، المرأة هو بعد السنة، احنا هنسال على مسائل طرف ولا احنا هنسال على مسائل عشان ما نقعدش كل واحد يفكر في اشياء وممكن ما يكونش واقعة؟ اتفضل. لو هي ما اعترفتش يقام عليها هو الحد الشرعي؟ ما نفس الكلام، ما هي مسألة، هي نفس انت عجزت المسألة، هي نفس المسألة بالضبط اللي سألها دي. اللي اعترف هيقام عليها، فإن اعترفت فرجمها. هو الزوجة مش بشهادة أربعة؟ الزوجة مش بشهادة أربعة؟ ده هذا في خصوص الأزواج. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان كذلك. يشهد أربع شهادات، لأن كل شهادة منه هتقوم بمقام إيه؟ ده في حالة الزوجة فقط. لكن لو غير الزوجة لابد من أربع شهادات. يعني حكم نخف في حالة الزوجة. لو إيه؟ كان الزوج بتاعها قاعد وابو الخادم. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم راح يسالها، بعد حد يسالها، هو زوجها كان قاعد فشاهد عليه. شهد ما هو لو لم تعترف اقر هو على نفسه، شهد عليه اربع شهادات
يبقى دي ما حد يكون مسألة أخرى، لكن المرأة اعترفت فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب بشيء. ما هو الكلام ده هنرجع له امتى؟ افرض المرأة لم تعترف، طب والراجل اللي عمل ده يبقى هنا هيلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بينهما. ده مسألة أخرى في حالة عدم اعتراف المرأة. لذا قال فسلها واخذ أنيسة على مرأتي هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها. شكرا لله. الزوج مش هو يعني التهام مش جاي من قبل الزوج، الزوج التهام جاي من الاثنين. شكرا معلش الاثنين نعم. التهام جاي من الاثنين مش الزوج بيتهمها كمان، لما لو اتفق مع رجل على مئة شاه وقدر ليه. تفضل. المرأة الطيبة دي زوجها متوفى يقام عليها برضو أي الرجل ولا؟ طبعا ما احنا اتفقنا بأن الإحصان هو من سبق له النكاح سواء كان مع زوج أو لم يكن مع زوج، يعني كان لو زوجها تزوجت ثم مات عنها زوجه فهي سيب. رجل تزوج امرأة ثم ماتت أو ثم طلقها وسيب طالما سبق له النكاح. لا يشترط وجود امرأة أو لا يشترط مع المرأة وجود زوج، لا، كل من سبق له النكاح هذا يحكم حكمي بأنه سيب سواء كانت معه امرأة والزوجة والمرأة مع رجل أم لا، المهم يكون سبق لهم النكاح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.